العربي وفيها أمريكا صخب المظاهرة يعلو قرب البيت الأبيض، ترامب يلوح بالقوة في وجه المتظاهرين، وبايدن يتهمه بتأزيم الشارع. فأي الخيارات أنفع في مواجهة المظاهرات؟ اليمن وباء في زمن الحرب، منظمة الصحة العالمية تحذر من انهيار النظام الصحي في مواجهة كورونا، والأمم المتحدة تدعو العالم للتدخل. فهل ترك اليمن السعيد وحيدا في مواجهة الوباء؟ وفي موضوعنا المغاربي، قوات حكومة الوفاق الليبية تحرز مزيدا من التقدم في معارك الغرب الليبي، وترحيب أممي باستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار. وفي جولتنا في وسائل التواصل، إضراب في فيسبوك رفضا لسياسة ترامب ومارك زوكربيرغ. اتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب إلى القضاء إلى عدم المساواة في المجتمع، محملا الرئيس الأمريكي المسؤولية عن الشرخ المجتمعي في الولايات المتحدة. التعديل الأول في الدستور ينص على حق الشعب في التجمع السلمي والتظلم من الحكومة لإصلاح المظالم. هذا واحد من المفاهيم الأساسية في هذه البلاد. السيد الرئيس، هذه أمريكا، هذه أمريكا. لا يمكن لأحد أيا كان أن يمنع التظاهرات السلمية، ولا يمكن للجيش الأمريكي أن يتحرك ضد المواطنين الأمريكيين. هذه أمة ذات قيم. حريتنا في التعبير أمر يفتخر به كل أمريكي منذ أن كنت طفلا. يجب أن نكون يقظين بشأن العنف الذي يمارسه هذا الرئيس الحالي على اقتصادنا، وأن نسعى لتحقيق العدالة. عندما يتم تفريق المتظاهرين السلميين من أمام أعتاب بيت الشعب، البيت الأبيض، باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية من أجل أخذ صورة تذكارية أمام واحدة من أكثر الكنائس التاريخية في البلاد، نستطيع حينها أن نعتقد بأن الرئيس يولي اهتماما بالسلطة أكثر من المبادئ، ويسعى لخدمة مؤيديه على حساب الناس الذين أؤتمن عليهم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد باللجوء إلى الجيش لوقف الاحتجاجات، وفي كلمة له من البيت الأبيض أوضح ترامب أنه سينشر الآلاف من قوات الجيش إذا رفض حكام الولايات استدعاء الحرس الوطني، متهما الحكام الديمقراطيين بالضعف. في خرجة استعراضية تحمل رسائل للداخل الأمريكي، وقع نزيل البيت الأبيض إطلالة إعلامية على طريقته الخاصة. يبدو أن الرجل وهو يتجول في محيط البيت الأبيض اختار بعناية فائقة هوية مرافقيه وزراء الدفاع والعدل. أمام عدسات الكاميرات وعلى بعد أمتار فقط من صدامات بين المتظاهرين ورجالات الشرطة، ترامب اختار الكنيسة لإيصال رسالته، وبإخراج مدروس غزا الأنصار. داخل أسوار البيت الأبيض تغيرت لهجة ترامب، تهديد ووعيد بنشر الجيش في حال استمر تقصير حكام الولايات كما يقول في التعامل مع العنف وعمليات النهب. اليوم أوصيت بشدة كل حاكم أن ينشر الحرس الوطني بأعداد كافية تمكننا من السيطرة على الشوارع. يجب على المحافظين وحكام الولايات أن يثبتوا وجودا قويا في تطبيق القانون حتى يتوقف العنف. كلمة ترامب تأتي بعد وقت قصير من صدور تقرير مستقل لتشريح جثة جورج فلويد. قتل خنقان. الشرارة التي انطلقت مع مقتل جورج فلويد لم تنطفئ. مطالب المحتجين لم تتوقف، ينقلها المتظاهرون إلى هنا أمام منزل حاكم الولاية. توجيه تهمة القتل لكافة أفراد الشرطة الذين شاركوا في اعتقال فلويد يبقى مطلبهم الأول، لكنه ليس الأخير لتحقيق العدالة لفلويد وآخرين مثله. بشكل سلمي، افترش الآلاف من المحتجين الشارع أمام منزل حاكم ولاية مينيسوتا. أعتقد أنه يصب الزيت على النار ويعزز الانقسام في بلدنا بعمله هذا، هو لا يوحدنا. لا يأبه المتظاهرون هنا بحظر التجوال المفروض،
ولا بتصريحات تطالبهم بالعدول عن التظاهرات. لزموا بيوتهم كثيرا ولم تغير التصريحات الرنانة كما يقولون، نظاما لم يأبه للأقليات ولم يدافع عنهم. ريما أبو حمدية، العربي، من مدينة سان بول بولاية مينيسوتا. من جهته اتهم حاكم نيويورك أندرو كوومو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستغلال الأوضاع الحالية في البلاد سياسيا. وقال كوومو إن الرئيس يركز على السلبيات التي ترافق الاحتجاجات ولا يميز بين اللصوص والمتظاهرين، كي يتفادى الحديث عن مقتل الأمريكي جورج فلويد على أيدي الشرطة في مينيابوليس. وأدان كوومو أعمال الشغب التي وقعت في المدينة، مشيرا إلى أن الليلة الماضية شهدت أعمالا لا يمكن القبول بها، متعهدا بمحاربتها وإعادة فرض النظام. وأعلن ديبلازيو تمديد حظر التجوال المفروض في المدينة ليستمر حتى نهاية الأسبوع. لضمان السلم والنظام اليوم وفي الليل وفي كل الأسبوع في مدينة نيويورك، فإنني أمدد الحظر الذي أعلنته والذي يبدأ من الساعة 8 الليلة وحتى 5 من صباح الأربعاء. سنستمر بهذا الحظر لما تبقى من هذا الأسبوع من 8 من كل مساء وحتى 5 صباحا. استعراض للقوة وتحدي السلطة في أول أيام حظر التجول في نيويورك ترافق مع عمليات نهب منظمة اجتاحت متاجر مانهاتن وأسواقها. آلاف المتظاهرين اكتسحوا شوارع المدينة بمجموعات متجولة قبيل بدء سريان حظر التجول بنحو ساعتين حتى ساعات الفجر الأولى. الضحية هنا هي نحن، وإن كنا نتصرف هكذا فهذا لا يعني أننا أصبحنا أشرارا كبشر. هذا مجرد نداء استغاثة لأننا نحتاج المساعدة. مجموعات النهب تألف كل منها من 20 إلى 50 شخصا، أتوا بألبسة رياضية سوداء وجابوا الشوارع متحدين وحدات الشرطة التي اتخذت مواقع دفاعية رغم استقدامها 4000 عنصر إضافي إلى النقاط الملتهبة في المدينة. هذا محل تجاري يتعرض للنهب في هذه اللحظات في إحدى الشوارع الرئيسية في مدينة نيويورك، بعدما فقدت الشرطة السيطرة على ما يجري في الشارع وتحول المشهد هنا إلى ما يشبه ساحة حرب حقيقية. كان ملفتا أن التحرك بدأ سلميا للغاية، لكنه سرعان ما انقلب إلى حملة تكسير ونهب شعواء استهدفت خصوصا محلات الأحذية والملابس الفاخرة ومتاجر الأغذية. الذعر بدا واضحا على سكان المناطق المستهدفة. هذه منطقتي وأعيش هنا منذ 35 عاما ولم أرى أي شيء كهذا. حصيلة أول أيام حظر التجول فشل القوى الأمنية في لجم المتظاهرين واتخاذ التحرك المطلبي منحا أكثر راديكالية وعنفا. أما السلطات فقد أعلنت أنها ستفرض ساعات أطول من حظر التجول ابتداء من الثلاثاء. نبيل أبي صعب، العربي، نيويورك. أعلن محامي عائلة جورج فلويد الذي قضى خلال توقيفه بيد شرطي أبيض أن أطباء مستقلين أجروا تشريحا لجثة فلويد، خلصوا إلى أن الوفاة نجمت عن اختناق من جراء ضغط مطول. ونفى المحامي ما ورد في التقرير الرسمي أن الوفاة ناجمة عن مشكلة في القلب. وأعلنت عائلة جورج فلويد أنه سيوارى الثرى يوم الثلاثاء المقبل في هيوستن. وفي ردود الفعل على الأحداث في الولايات المتحدة، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن الاتحاد يشعر بصدمة كبيرة لمقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد في مدينة مينيابوليس. كما أكد في مؤتمر صحفي أن الاتحاد الأوروبي يؤيد التظاهر السلمية الرافضة مقتل جورج فلويد ويرفض العنف وأعمال الشغب والاعتداء، وشدد على ضرورة تطبيق القوانين بطريقة لا تمس حريات الآخرين. الآن ينضم إلينا من واشنطن كريس لابتينا، المستشار السياسي في الحزب
الديمقراطي. الضيف غير جاهز معنا الآن، نعتذر مشاهدينا. أمامنا صور مباشرة من أعتقد مينيابوليس لاستمرار المظاهرات والمواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن. المظاهرات اشتدت أكثر انطلاقا من ليلة أمس بعد خطاب الرئيس الأمريكي الذي اعتبره الكثيرون بأنه خطاب أجج التحركات في الشوارع ودفع المواطنين إلى مزيد من الاحتجاج والتعبير عن الغضب بسبب مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد قبل قرابة أسبوع من الآن. نتذكر طبعا كلام الرئيس الأمريكي يوم أمس وتهديده بإرسال قوات الجيش المسلحة إلى الولايات حتى إن رفض حكام الولايات القيام بذلك في محاولة منه للجم هذه المظاهرات والضغط على المتظاهرين للعودة من حيث أتوا. لكن الذي حصل ونشاهد أثره الآن أن المتظاهرين ربما تصرفوا بطريقة معاكسة لما أراده الرئيس الأمريكي وخرجوا بأعداد أكبر وأكبر، ونشاهد أعمال المظاهرات وأعمال الشغب والنهب والسلب في عدد من المناطق والمدن الأمريكية وبالتحديد مينيابوليس التي كانت مهد كل هذه الاحتجاجات، هي المدينة التي قتل فيها المواطن الأمريكي الأسود قبل أسبوع جورج فلويد. الآن جاهز معنا ضيفنا من واشنطن كريس لابتينا مستشار الحزب الديمقراطي السياسي. سيد كريس مرحبا بك. أسألك الآن عن كلام المرشح الديمقراطي للرئاسيات الأمريكية في نهاية السنة جو بايدن. هناك ملاحظتان الآن عن كلامه. الأولى هي أنه تأخر كثيرا في الكلام، صمت لمدة أسبوع وأخيرا تكلم واعتبر ذلك متأخرا جدا. النقطة الثانية والملاحظة الثانية أن كلامه لم يرقى إلى مستوى وخطورة الأحداث في الولايات المتحدة. هل تنظرون الأمر كذلك أنتم في الحزب الديمقراطي؟ لا، في الواقع إن الآراء التي رأيتها من الناس الموضوعيين الذين عندهم خبرة في الحملات الرئاسية الانتخابية قالوا بأن هذا الخطاب من أفضل خطابات جو بايدن، ويواجه كل ما قاله الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بحالة الرجل الذي قتل في مينيابوليس. ولذلك فإنني أعتقد أن الديمقراطيين والناس الذين يدعمون جو بايدن سوف يزدادون في أمريكا اليوم. ما الذي يمكن لجو بايدن أن يقدمه فعلا لتهدئة الشارع باعتباره يمثل الحزب الديمقراطي الذي هو يفترض أن يمثل جزء كبير من الشارع الأمريكي؟ هل بيده شيء ليقدمه الآن في هذه الأزمة؟ بكل وضوح إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو مسؤول عن إرساء السلام، لكن ما يمكن أن يقوم به جو بايدن هو أن يوفر للناس بديلا يفكرون به للتصويت في اقتراع وانتخابات نوفمبر تشرين الثاني. الشيء المهم الذي يعرفه الناس هو أن لديهم خيارا في التصويت بعد بضعة أشهر، وجو بايدن شرح لهم ما سيقوم به في نقيض ما يقوم به الرئيس ترامب الآن. انتقدتم كديمقراطيين بشكل شديد الرئيس الأمريكي على قبضته الحديدية وعلى تهديده باستخدام العنف من قبل طبعا الجيش والأمن في مواجهة المظاهرات، ولكن ماذا عن كلامه الذي يرى البعض بأنه منطقي أن حكام الولايات الديمقراطيين فشلوا، كانوا ضعفاء في مواجهة المظاهرات في الشوارع والاحتجاجات وخصوصا النهب والسلب وأعمال الشغب؟ حسن، لسوء الحظ في معظم المجتمعات حدثت هنالك أعمال شغب، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يقم أي رئيس باستعمال القوة بوضع القوات المسلحة في الولايات المتحدة أو في أي منها، ولم يكن ذلك ليحدث دون موافقة حاكم الولاية، وما يحدث هو شيء مفاجئ
مفاجئ وصادم، وهذا مناقض للديمقراطية الأمريكية، وهذه هي الجدلية التي نرى فيها ترامب يحاول أن يظهر نفسه بأنه رجل قوي، وما قمنا به في الماضي هي الأشياء التي جعلت أمريكا على ما هي عليه اليوم. سيد كريس، يعني هناك أولويات الآن، هل الأولوية الحفاظ على القانون واحترام القانون أم حفظ الأمن والنظام في البلاد؟ الرئيس الأمريكي يقول بأن الحكام الديمقراطيون لا يستطيعون حفظ الأمن والنظام في البلاد، ويقول هو رئيس الأمن والقانون والنظام. نعم، هذا الأمر صحيح، ولكن لسوء الحظ فإن الطريقة التي تحكم بها أمريكا هي عبر الدستور، والرئيس الأمريكي ليس عنده صلاحيات إرسال القوات إلى الولايات عندما ترفض هذه الولايات ما يريد منها أن تفعله. لقد فكروا بهذا الأمر مليا، ويجب أن يحصل هذا الأمر فقط بدعم من الولايات نفسها، ويجب أن يحظى ترامب بدعم مواطني الولايات المختلفة، وإلا فإنه لن يتمكن من ذلك. هو يحاول أن يقوم بالأشياء عبر قراراته الفردية دون أن يتحمل المسؤولية تجاه ما يحدث، بدون أن يحترم دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وهو قانوننا الأول ونهائي. شكرا جزيلا لك كريس لابتينا، مستشار الحزب الديمقراطي السياسي في واشنطن. ننتقل الآن إلى مايا ومواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد في نفس الموضوع. نعم، في الموضوع ذاته. شكرا بدر. شكرا. أهلا بكم. التقرير الرسمي لتشريح جثة الأمريكي جورج فلويد أثبت أن سبب الوفاة هو الاختناق بسبب الضغط على العنق أثناء تقييده، وأكد أطباء التشريح أن ما حدث هو جريمة قتل، واتهم الشرطي ديريك تشوفن بالقتل، لكن المتظاهرين يطالبون بمحاكمة زملائه أيضا. ورغم حظر التجوال، وقف العشرات حدادا على فلويد قرب الموقع الذي شهد وفاته، ودعت عائلته إلى السلام لأن الدمار لن يعيد ابنهم إلى الحياة، ووجه أخوه نداء إلى الناس بوقف العنف واستخدام قوتهم في صناديق الاقتراع. وبعد ساعات فقط هدد ترامب من حديقة البيت الأبيض بنشر الجيش إذا رفضت أي مدينة أو ولاية اتخاذ أي إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتجاجات. ترامب أيضا أوعز بفض الاحتجاجات في محيط البيت الأبيض، وسار على الأقدام إلى كنيسة القديس يوحنا رغم أنها مغلقة، وحمل بيمناه الكتاب المقدس وقال لدينا بلد عظيم، والتقط بعض الصور. كثيرون انتقدوا فض ترامب للاحتجاجات من أجل التقاط الصور. كبير أساقفة الكنيسة مايكل كاري غرد مستنكرا، استخدم ترامب مبنى الكنيسة والكتاب المقدس لأغراض سياسية حزبية، وفعل ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من ألم وجرح عميقين، ولم يفعل أي شيء لمساعدتنا أو لشفائنا. ومن بين المنتقدين سيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز الذي كتب: ترامب أعطى أوامر بمهاجمة متظاهرين سلميين بشراسة. لا سيد الرئيس، هذه البلاد ليست ديكتاتورية، لمواطنين الحق في الاحتجاج السلمي المكفول في المادة الأولى من الدستور. أنصار ترامب أيضا كانوا حاضرين للدفاع عنه، فكتب دان بونغينو: الليبراليون وحلفاؤهم الإعلاميون لا يهتمون بالحق في الاحتجاج، إنهم يهتمون فقط بالحق في الاحتجاج عندما يريدون الدفع بأجندتهم الليبرالية المناهضة للحرية على حد تعبيره. وفي الختام قال يوجين غاو إن إرسال الحرس الوطني إلى مدينة نيويورك من شأنه أن يبعث برسالة واضحة، مفادها أن الولايات المتحدة بلد ديكتاتوري عسكري وحشي يحكمه جبان يختبئ في مخبأ ويخرج فقط لشعبه لالتقاط صورة أمام كنيسة لا يؤمن بها وليمسك بإنجيل لم يقرأه. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية الفقرة، عودة إلى بقية أخبار الساعة الأخيرة معك بدر. شكرا جزيلا مايا. حذرت الأمم المتحدة من أن النقص في حجم المساعدات الغذائية سيزيد من شبح المجاعة في ظل اعتماد ملايين العائلات اليمنية على تلك المساعدات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن اليمن يحتاج مساعدات إنسانية بقيمة 2.4 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري فقط، ودعا خلال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن الذي انعقد بالرياض برعاية الأمم المتحدة إلى وقف الحرب لإيصال المساعدات. يرزح تحت وطأة حرب تنهش أوصاله ووباء يستفحل بصمت قاتل. اليمن يستنجد ويبحث عن من ينتشل أهله من كارثة إنسانية مضنية. مؤتمر المانحين الافتراضي ينطلق برعاية الأمم المتحدة في الرياض في مسعى دولي لمواجهة الوضع الإنساني المزري في اليمن. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لم يخفي هول ما يعاني منه اليمنيون، مؤكدا أن أكثر من 30 برنامجا إغاثيا مهددا بالإيقاف بسبب نقص التمويل. احتواء وباء كورونا بالإضافة للظروف الإنسانية الطارئة في اليمن يتطلب تحركا فوريا. الوباء يعيق بشكل كبير وصول نشطاء الإغاثة إلى اليمنيين وإمدادهم بمقومات الحياة الأساسية. علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لإبقاء البرامج الإغاثية وتمويلها، بالإضافة لتطوير برامج إنقاذية أخرى لاحتواء الفيروس والتي بدأنا العمل عليها مؤخرا. استضافة الرياض مؤتمر المانحين لم تعفها من مسؤولية إنهاء معاناة الشعب اليمني حسب ما صرح به سفيرا ألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تولي بلديهما رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهرين. أكد كل من السفير الألماني كريستوف هويسغن ونظيره الفرنسي نيكولاس دي ريفيير أنه ينبغي على السعودية أن تقوم بدورها لإنهاء الحرب في اليمن. للعام السادس على التوالي يعيش اليمنيون حربا فرضت عليهم ولا أحد غيرهم يدفع فاتورتها الباهظة. أكثر من 80% من المدنيين بحاجة ماسة للمساعدة لافتقارهم لأبسط مقومات الحياة والغذاء في مقدمتها. وبينما يبدو العيش في منأى من الحرب بعيدا عن متناولهم، تخفيف وطأة المأساة التي يعيشونها جل ما يتمنوه في الوقت الراهن. يعتبر نفسه أحسن حظا من غيره. أحمد العزاني أحد مرضى السرطان يستطيع توفير الدواء اللازم لمرضه وإن كان بشكل متقطع في وقت يعاني فيه الآلاف في سبيل الحصول على أدوية تخص حالاتهم. أنا الحمد لله بوجود علاقات يعني مع بعض الزملاء وبعض الأخوان وحالتي يعني أحسن من غيري، يعني أقدر في شهر أدبر العلاج وفي شهر آخر ما نحصلش، بنلجأ إلى المؤسسة، المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، يعني مشكورين حقيقة أنه أغلب الأوقات بيوفروا العلاج. ملايين اليمنيين وجدوا أنفسهم أمام قطاع صحي عاجز عن تقديم الخدمات العلاجية لهم في ظل سنوات من الصراع. انتشار فيروس كورونا وأوبئة أخرى مؤخرا أوصل الوضع الصحي إلى مستوى غير مسبوق من التدهور، تدهور حذرت من تبعاته الأمم المتحدة والمنظمات الدولية داعية إلى تقديم التمويل اللازم لإنقاذ الوضع. بينما ترى السلطات هنا أن المنظمات تركت القطاع الصحي وحيدا في مواجهة هذا التدهور. المنظمات الدولية كثير منها تخلت عن اليمن، عن أداء واجبها في اليمن في هذه الفترة، وتركت المرافق الصحية تواجه الوضع السيء والوضع الصعب بمفردها. المنظمات من جهتها تتحدث عن آلاف الأطنان من الإمدادات الطبية المقدمة من قبلها لإنقاذ الحياة هنا، وعن دورها الكبير في المساعدات الإنسانية عامة. تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعمها للمرافق الصحية في اليمن من خلال تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين، وكذلك من خلال دعم البنى التحتية. الفجوة تبدو كبيرة بين مستوى الدعم وحالة التدهور في القطاع الطبي في بلد يكاد يكون على شفا الانهيار اليوم. التحذيرات الأممية من انهيار الوضع الصحي في اليمن ليست الأولى من نوعها، لكنها هذه المرة تدق ناقوس الخطر الحقيقي بالنظر إلى انتشار فيروس كورونا وحالة العجز التي وصلت لها المرافق الصحية سواء من حيث الإمدادات أو التجهيزات الفنية. خليل القاهري، العربي، صنعاء.
تنضم إلينا الآن من عدن عبر الهاتف الدكتورة إشراق ربيع السباعي، المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الوطنية اليمنية العليا للطوارئ. دكتورة إشراق، مرحبا بك. تدهور الوضع الصحي في اليمن لم يكن مفاجئا لأي أحد، يعني كان تحصل حاصل والجميع توقع ذلك، خصوصا مع مجيء كورونا. ما الذي يستطيع المجتمع الدولي الآن، منظمة الصحة العالمية مثلا، أن تقدمه لليمن؟ أولا يعني على المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية تدخل الفوري والعاجل لعمل مستشفيات ميدانية، لأن نحن نتيجة الوضع الصحي ونتيجة الحروب ونتيجة يعني كثير من منشآتنا خارجة عن العمل، تعمل بطاقة 45%، وهذا لا يكفي لاستيعاب اليوم ما يحدث من انتشار وباء كورونا. لهذا يعني نحن نتمنى اليوم تدخل وعدم يعني التأني، التدخل مباشر. يعني يجب أن تكون هناك مستشفيات ميدانية تقدر أن تستوعب هذه المرضى. إضافة إنه اليمن خاصة لم نكن مستعدين يعني للاستعداد التام لمجابهة هذا فيروس كورونا نتيجة شحة الإمكانيات، ولم توجد لدينا أي يعني من الملابس السلامة المهنية أو أيضا فحوصات المختبرية، ولم تكن لدينا أيضا مختبرات يعني على مستوى اليمن، فقط لدينا مختبر في صنعاء ومختبر في حضرموت وفي مختبر في عدن وفي تعز، وهذا أيضا مشكلة كبيرة. ومشكلة ثانية إن لا توجد لدينا المسحات الكافية ولا توجد لدينا الأدوية، هذا يعني أثر سلبيا على الوضع. كما طيب. الوضع دكتورة. الذي عاشته اليمن دكتورة إشراق. نتيجة الأمطار والسيول ما الذي يمنع هذا التدخل العاجل والضروري كما وصفتيه، الضروري للمجتمع الدولي لإنقاذ اليمن؟ ما الذي يمنع؟ هل غياب يعني ليس هناك جدية دولية في مساعدة اليمن، أم أن الوضع السياسي والعسكري والميداني هو الذي يصعب ذلك، يجعله ربما من المستحيل الحصول الآن؟ غابت المنظمات الدولية. يعني أول ما تفاجأنا وكارثة كبيرة أيضا لما منظمة تقول أنا لا أقدر أن أستمر في تغذية 140 مثلا مركز صحي للطوارئ الصحة الإنجابية والطوارئ التوليدية، فانضربنا أكثر. يعني الفيروس كورونا ليس فقط يعني أثر على الكبار السن والشباب، أيضا أثر تخلي المنظمات عند استمراريتها في دعم هذه المراكز والمستشفيات أكثر سلبيا. يعني أغلب المنظمات توقفت عن العمل، فهذا أثر سلبيا عن الوضع الرام. نحن طبعا طول السنوات ونحن تدخل من مركز سلمان ومن كانت يعني تدخل لنا من دولة الإمارات، وللأسف الشديد يعني استمرنا الآن نحن نستقبل فقط من يعني خاصة في عدن من مركز سلمان، وأكثر يعني هذا تم توزيعه ليس على عدن وإنما على مستوى المحافظات. شكرا جزيلا لك دكتور. وصلتنا طبعا من الإمارات تم توزيع على محافظة عدن. شكرا جزيلا دكتور إشراق. أيضا بحاجة إلى مساعدة. شكرا جزيلا دكتور إشراق ربيع السباعي، المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الوطنية اليمنية العليا للطوارئ. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى في القدس بذريعة عدم الترخيص، كما شمل الهدم شقتين قيد الإنشاء في بلدة جبل المكبر، وتشهد المدينة المقدسة تصاعدا في عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين. هذا ما أصبح عليه الفلسطينيون بالقدس، صوت خفت قليلا في الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، لكنه عاد هذه المرة بصخب أكبر. هنا في بلدة سلوان يتفقد أحمد أبو دياب وأطفاله الخمسة ما بقي من منزله الذي هدمته الجرافات الإسرائيلية، عاشوا فيه 8 سنوات، أما الآن فأحمد وعائلته بلا مأوى. والله بإيدي بنيته كله، يعني أنا مش مقتدر تقول هذا، بنيت حيطانه وبنيت أرضيته وبنيت طوب وكسرته وطرشته وسكفت عبدي على شغل إيدي، الشبابيك كله حديد، عملته عايدي والله ما أنا حدد. ليس بعيدا عن منزل أحمد كان صوت الجرافات عاليا أيضا في بلدة جبل المكبر، هنا عند منزل محمد زعاترة، فكلاهما يشتركان بنفس الشقاء ونفس الألم. كان محمد وأشقاؤه يتجهزون للسكن في هذا البيت
لكن سلطات الاحتلال كانت أسرع منهم. الساعة 11 بالليل واحد صعيك ولك بس عندك أمر هذي شو بتقدر فيش مجال ولا إشي في الليل الساعة 11 يعني مش في الساعة 11 النهار الساعة 11 في الليل يعني خلص النهار يعني إحنا الصبح عندك جهز حالك للهدم ما أعطونيش ولا أي أمر كبير يعني. وتيرة الهدم ارتفعت في القدس المحتلة خلال الفترة الأخيرة فما بين هدم ذاتي وفعلي هدم الاحتلال خلال هذا الأسبوع أكثر من 8 منازل إضافة إلى إخطار أصحاب عشرات البيوت والمحلات التجارية بقرارات هدم بيوتهم ومحلاتهم. كان حلما لأصحاب هذه المنازل أن يتجمعوا تحت أسقفها بعد اكتمال بنائها ولكن الجرافات الإسرائيلية حولت الحلم إلى كابوس بعد أن دمرتها وأحالتها في لحظات إلى ركام. أحمد جردات العربي القدس. أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بيانا نددت فيه باستمرار الحصار المفروض على قطر للعام الثالث على التوالي وقالت اللجنة أن استمرار الحصار وما رافقه من إجراءات تعسفية أحادية الجانب فاقم من معاناة المواطنين والمقيمين في دولة قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ لما وصفته بفشل كافة المحاولات لثني دول الحصار عن انتهاكاتها وعن صدمتها الشديدة من عدم معالجة المنظومة الخليجية لتداعيات الأزمة الإنسانية للحصار الذي فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر. تتابعون معنا بعد قليل. أوروبا على طريق التعافي من فيروس كورونا. أهلا بكم من جديد وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. أمريكا صخب المظاهرات يعلو قرب البيت الأبيض. ترامب يلوح بالقوة في وجه المتظاهرين وبايدن يتهمه بتأزيم الشارع. اليمن وباء في زمن الحرب. منظمة الصحة العالمية تحذر من انهيار النظام الصحي في مواجهة كورونا والأمم المتحدة تدعو العالم للتدخل. إلى رويدة الآن والفقرة المغاربية. رويدة إليك. شكرا لك بدر. أهلا بكم مشاهدينا. في تطورات الملف الليبي أفاد مراسل العربي بتقدم قوات حكومة الوفاق داخل جزيرة قصر بن غشير وفي محوري الخلة والخلاطات جنوب العاصمة طرابلس. وكان المتحدث باسم مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب قد أعلن أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق استهدف آليات لقوات حفتر في حدود مدينة الأصابعة جنوب غريان. إلى ذلك رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني واللواء المتقاعد خليفة حفتر استئناف مباحثات وقف إطلاق النار. تعيد قوات حكومة الوفاق الأوضاع في محيط مدينة الأصابعة سيرتها الأولى، تركز على قصف قوات حفتر بشكل متواصل تمهيدا لاستعادة السيطرة على المدينة الواقعة جنوبي غريان. في جنوب طرابلس كذلك لا تتوقف العملية العسكرية، ومع تواصل ضرب قوات حفتر في قصر بن غشير ومطار طرابلس تتقدم قوات الوفاق على محوري الخلة والخلطات برغم انتشار كثيف للألغام التي زرعتها قوات حفتر قبل انسحابها. العملية العسكرية متواصلة إذن لم تتوقف مثلما كان بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا يأمل. أعلنت البعثة عن قبول الطرفين استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالرغم من أن أي من الطرفين لم يعلن قبوله بذلك، فضلا على أن كلاهما لم يعلن عن هدنة أو حتى تهدئة لتكون عودة اجتماعات اللجنة المنوط بعهدتها مناقشة وقف إطلاق النار عودة متزامنة مع تواصل القتال بين الطرفين. وهو ما يقول عارفون بسيرورة الأحداث أنه مجرد تفاعل شكلي مع الضغوطات الدولية المتزايدة على الطرفين للعودة إلى الحوار، خاصة أن حكومة الوفاق وأوساطها والمؤسسات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في طرابلس تعتبر أن حفتر لم يعد مقبولا في المشهد. اللجنة العسكرية المشتركة تعثرت أعمالها سابقا رغم إعلان الطرفين قبولهما بهدنة شكلية هذه المرأة، ومع تواصل العملية العسكرية على الأرض تبدو فرص اللجنة في إحراز تقدم ضئيلة. انضم إلينا من طرابلس محمد بشير النعاس المحلل العسكري. أهلا وسهلا بك أستاذ النعاس. بداية، كيف تقيم سير المعارك العسكرية في الغرب الليبي وفي الجنوب العاصمة تحديدا؟ هل حكومة الوفاق قادرة على حسم الموقف عسكريا هناك؟
أحييك وأحيي السادة المشاهدين. طبعا هناك بعض التشويش في الصوت، ولكن تقريبا فهمت فحوى السؤال متاع حضرتك. يعني بالنسبة لحكومة الوفاق الآن، القوات المدافعة عن طرابلس تتمتع بما يسمى في العلوم العسكرية بميزة المبادئة، هي التي تبادئ بالقتال وهي التي تبادر بالهجوم على العدو، والعدو في حالة انحسار وانزحاب كبير جدا جدا، والدليل على ذلك أنه يترك وراءه الألغام. ومعروف في العلم العسكري وفي التاريخ العسكري أن العدو عندما يترك وراءه الألغام هذا يعني أنه لن يعود إلى هذه النقطة مرة ثانية، ولذلك يعتبر ما يقوم به العدو من انسحابات هو انسحاب نهائي من المعركة، هذا دليل على انكساره وفشله في تحقيق أغراضه، هذا هو الواضح لحد الآن. السيادة الجوية بالكامل تقريبا في صالح القوات المدافعة عن طرابلس، كذلك المبادئة القتالية في الميدان تعتبر في يد القوات المدافعة عن طرابلس. القوات المدافعة عن طرابلس انتقلت من الدفاع السلبي إلى الدفاع الإيجابي، بل إلى الهجوم الآن، ولذلك نلاحظ أنه المنطقة الممتدة من كوبري المطار الرئيسي إلى جزيرة الدوران في قصر بن غشير كلها تحت سيطرة القوات المدافعة عن طرابلس. هذا يدل على أن المطار من الجهة الشمالية محاصر بالكامل. طب أستاذ النعاس، ما هو الوقت الذي تحتاجه حكومة الوفاق لحسم الموقف العسكري في هذه المنطقة؟ وأيضا هل سيكون ذلك قبل البدء واستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار؟ هل ستذهب بهذا الإنجاز إلى طاولة المفاوضات أم أنها ستكتفي بما أنجزته حتى الآن؟ عفوا سيدتي، الصوت مشوش، لما تمكن من فهم ما قلتيه. سأعيد لك السؤال أستاذ النعاس، كنت أسألك عن الوقت الذي تحتاجه حكومة الوفاق لحسم الموقف العسكري في المنطقة، وهل هي قادرة على حسم هذا الموقف قبل الذهاب إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار مع حفتر؟ هل ستذهب بهذا الإنجاز إلى طاولة المفاوضات أم ستكتفي بما أنجزته حتى الآن؟ لا أحد يستطيع أن يجيبك على هذا السؤال بدقة. الحرب هذه سببتها قوى دولية، وهي التي تتحكم في موازين هذه الصراع. إذا شاءت أن تطيل أمدها سوف تفعل، وإذا شاءت أن تحلحل الملف الليبي وتنقله من حالة الحرب والصراع إلى السلام فسوف تكون قادرة على ذلك. ولكن بصورة عامة، قبل سقوط القاعدة العسكرية الأمامية لحفتر المتواجدة في ترهونة، لا نستطيع القول بأن القتال قد توقف في المنطقة الغربية. وإذا سقطت تلك القاعدة وقررت القوات المدافعة عن طرابلس تطوير الهجوم بحيث تستولي على قاعدة الجفرة أو تحيدها، فعند ذلك نستطيع القول أن الحرب في المنطقة الغربية قد انتهت بهذا المعنى الاصطلاح. لكن ما بعد ذلك لا أحد يتنبأ، حتى الطرف التركي هو الوحيد الذي يستطيع أن يتنبأ بهذه المسألة، ولكن لابد أن ينسق مع القوى الكبرى التي تؤثر في الصراع في هذا البلد المنكوب، والتي تسببت في تأجيج هذا الصراع أصلا. فالمعنى والتفسير الحقيقي يكمن لدى الراعي الحقيقي للمعركة الآن في طرابلس، وهو الطرف التركي المساند لليبيا. وضحت الفكرة، شكرا لك محمد بشير النعاس المحلل العسكري، كنت معنا من طرابلس. والآن عودة إلى بدر وإلى بقية الأخبار. شكرا جزيلا رويدة. أعرب طلبة جامعات عراقية عن قلقهم من خوض تجربة الامتحانات الإلكترونية التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصا على سلامة الطلبة من تفشي فيروس كورونا أثناء الامتحانات. ويبدي الطلبة تخوفهم من ضعف شبكة الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى مخاوف من غياب الرقابة عن أجواء أداء الامتحانات. تجربة جديدة يستعد لها طلبة الجامعات العراقية، الامتحانات الإلكترونية، الوسيلة البديلة لاختبار طلبة الجامعات وتقييم مستوياتهم العلمية، لكنها تجربة لا تخلو من تحديات. يقول الطلبة إن أبرزها ضعف الإنترنت وعدم توفره لدى كثير من الطلبة.
تتوقف الكهرباء وضعف الانترنت والطلاب بعضها ليس لديها أجهزة حديثة أو قديمة، حتى القديمة يعني ما تفيد فيها البرامج الجديدة مثل سكايبي مثل الميت. تسعى الجامعات لاستحداث أساليب حديثة لتسهيل الامتحانات إلكترونيا. أطلقت منصات إلكترونية خاصة ومجموعة تطبيقات تعمل سواء توفر الإنترنت أو انقطع. تقول الجامعات إن صياغة الأسئلة تحول دون الغش. تسعى الآن جامعة البصرة على وجه التحديد الاتصال بشركات الاتصال المتوفرة في محافظة البصرة، زين آسيا سيل والشركات الأخرى، على توفير قدر الإمكان توفير خلال فترة الامتحان open access وصول متاح للجميع على المنصات الإلكترونية. الطلبة المتفوقون يرون أن الامتحانات الإلكترونية ليست موضوعية ولن تعبر عن المستوى الحقيقي لجميع الطلاب، وراح تقل فرصة الطالب المتفوق يعني بصراحة، لأن الطلاب يريد معدل جيد يعني يميزه، أو ممكن أن يكمل ماستر، أو ممكن هذا التقييم يفيده يعني معنويا، وحتى ممكن فرصة تعيين أو غيره، أكيد راح يقل درجة كبيرة يعني مو صغيرة. أسابيع تفصل الطلبة عن خوض الامتحانات الإلكترونية، امتحانات لا يزال كورونا يحول دون انعقادها. تباينت آراء العراقيين حول تجربة الامتحانات الإلكترونية، بين مؤيد يراها فرصة لاجتياز عام دراسي دون الحاجة لحضور امتحانات تقليدية في قاعات وأمام مراقبين، وبين معارض يراها غير موضوعية ولا تقيس أداء الطلاب بطريقة دقيقة. مازن طيار، العربي، البصرة. عودة لمواقع التواصل الاجتماعي مع مايا مرة أخرى. شكرا بدر. أهلا بكم من جديد. السيسي ومسؤولون مصريون في قفص الاتهام. محمد سلطان الناشط المصري الأمريكي تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة في واشنطن ضد مسؤولين حاليين وسابقين بدعوى تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله في مصر لنحو عامين بسبب نشاطه المناهض للحكم العسكري بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013. وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن القضية المرفوعة تستهدف الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل ورئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي وثلاثة قادة سابقين في وزارة الداخلية. وأضافت الصحيفة أن الدعوة التي رفعها نجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان ستلاحق هؤلاء الشخصيات في حال دخولهم الولايات المتحدة، وذلك لتعرضه للضرب والتعذيب والمعاملة الوحشية خلال اعتقاله لمدة 21 شهرا في مصر، وتعرضه لمحاولة اغتيال أيضا بعد انقلاب السيسي على الرئيس مرسي. وبحسب واشنطن بوست القضية المرفوعة تأتي ضمن قانون صدر عام 1991 في أمريكا، حيث يسمح للناجين من التعذيب بمقاضاة جلاديهم، إلا أنه في نفس الوقت القادة الأجانب محصنون في الأغلب من الدعاوى المدنية المرفوعة، ولكن تطالهم في حال غادروا مناصبهم ودخلوا أمريكا بعدها. وعن هذه الخطوة غرد محمد سلطان على هاشتاج ممكن تتحاسب. هذا الحراك القانوني ليس هدفه الانتصارات السياسية أو الفكرية، إنه يسعى لتحقيق المحاسبة والعدالة ولمحاولة ردع ومنع التعذيب. ونادر هاشمي كتب: نرسل اليوم رسالة للذين يعذبون وينتهكون حقوق الإنسان في النظام المصري الفاسد والوحشي بأنهم لا يستطيعون ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومن ثم السير في شوارع ومدن أمريكا مع الإفلات من العقاب. مسعد البربري رأى أنها خطوة محترمة وجريئة، ولعلها تكون بداية موفقة لما بعدها، ويضيف: لعلنا نستدرك مما فات، فلن يموت حق وراءه مطالب. طارق حسين يعتبر أن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب هي الضمانة الوحيدة لتوقف الانتهاكات، ويعتبر أن هذه القضية رسالة لكل جلاد أنه ممكن يتحاسب مهما طال الوقت، حتى لو العدالة مش موجودة في مصر، وممكن الضحايا يسعوا لتحقيقها دولياً.
وتقادم الخطيب اعتبر أنه ربما تكون هذه بداية لرفع قضايا مماثلة أمام القضاء الأمريكي والأوروبي لملاحقة المجرمين المتورطين في التعذيب من النظام المصري. وفي قصتنا الثالثة لليوم، إضراب افتراضي نفذه موظفون في شركة فيسبوك احتجاجا على عدم اتخاذ الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ أي إجراء تجاه منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل. مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك اعتبر أنها لا تنتهك قواعد فيسبوك وكتب: لدي شخصيا رد فعل سلبي عميق تجاه هذا النوع من الخطابات الخلافية والمتأججة، لكنني مسؤول عن رد الفعل ليس بصفة الشخصية فحسب بل كقائد لمؤسسة ملتزمة بحرية التعبير. موقف فيسبوك كان عكس منافسه تويتر الذي وضع تحذيرا على تغريدة لترامب الأسبوع الماضي واعتبرها تعارض سياسات الشركة فيما يخص العنف. موظفو فيسبوك الذين نظموا الإضراب توقفوا عن العمل ليوم واحد ونشروا الحملة على صفحاتهم الشخصية على فيسبوك. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الموظفين نشروا داخل الشركة عرائض احتجاج وهددوا بالاستقالة في وضع اعتبر تهديدا لقيادة زوكربيرغ. لم يكتفي موظفو فيسبوك بالاحتجاج الداخلي والإضراب عن العمل، بل استخدم بعضهم المنصة المنافسة تويتر للتعبير عن استيائهم. فغرد جيسون ستيرمان مسؤول البحوث والتطوير في فيسبوك: أنا موظف في فيسبوك وعلى خلاف كامل مع قرار مارك عدم التصرف حيال موضوع المنشورات الأخيرة لترامب التي تشجع بوضوح على العنف، ولست الوحيد الذي يعتقد ذلك. في فيسبوك لا يوجد موقف حيادي إزاء العنصرية. أما راين فريتس مدير تصميم في موقع فيسبوك غرد قائلا: مارك مخطئ وسأسعى إلى تغيير رأيه بكل الطرق الممكنة. جيسون توف كتب أيضا: أنا أعمل في فيسبوك ولست فخورا بطريقة عملنا، وغالبية زملاء العمل الذين تحدثت معهم يشعرون مثلي. وفي الختام براندون ديل وهو مهندس في فيسبوك غرد قائلا: تمجيد ترامب للعنف على فيسبوك مثير للإشمئزاز، ويجب وضع تنويه على منشوراته أو إزالتها تماما من منصاتنا. أنا أختلف مع أي سياسة تفعل خلاف ذلك. ونختم جولتنا لهذا اليوم مشاهدينا بفيديو من وسط ملعب أنفيلد، حيث جث لاعبو ليفربول الإنجليزي أثناء التدريب على ركبهم احتجاجا على مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أمريكي أبيض في مدينة مينيابوليس. ونشر حساب النادي هذا الفيديو تحت عنوان الاتحاد قوة. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية الفقرة، عودة إليك بدر. شكرا جزيلا مايا. لليوم الثاني على التوالي لا تسجل إسبانيا وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا، وأشارت وزارة الصحة في إحصائية جديدة لتفشي الفيروس إلى تضاعف عدد الإصابات إلى 137 حالة مقارنة بيوم أمس. وكانت إسبانيا من الدول الأكثر تضررا بجائحة كورونا، واتخذت حكومة مدريد إجراءات صارمة للحيلولة دون انتشار الوباء أهمها في المستشفيات. لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا في إسبانيا لا وفيات جديدة وفق رئيس لجنة الطوارئ في إسبانيا. شخصنا يوم الاثنين 71 حالة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء إسبانيا، وخلال الأسبوع الماضي وصلت إلى 268 إصابة. إعلان لا يعني بالضرورة عدم حدوث ذلك مجدداً، ولكنه إنجاز مهم في طريق التخلص من الوباء كما يقول المراقبون. إجراءات جديدة اتخذتها المستشفيات الإسبانية خلال استقبال مرضى المراجعات اليومية، حيث قالت تقارير إنها كانت بؤرة رئيسية لنقل الوباء وتفشيه وإصابة العاملين فيه. مستشفى غلدكاو في إقليم الباسك إحدى المستشفيات التي كانت تمتلئ بمرضى كورونا في بداية الأزمة، أما اليوم فهو خال منها تماما، ويأمل العاملون هنا أن تبقى كذلك. جموع المواطنين خرجت للاستجمام والاستمتاع بالأجواء الصيفية وسط مدينة بلباو. بعض العائلات ارتدت الأقنعة
أما بعضها الآخر فلم يرتدها. بطبيعة الحال هنا في إسبانيا ارتداء القناع في الشارع غير ملزم إلا إذا لم تتحقق شروط التباعد الآمن لمسافة مترين. القناع معي، إذا ما شعرت أنه يجب أن أرتديه فأنا سأفعل ذلك. يأمل الإسبانيون أن لا تزيد نتائج الاشتياق للتواصل الاجتماعي بعد طول انقطاع من زيادة فرص نشاط الفيروس، فيعودون معها إلى نقطة الصفر. معاذ حامد، العربي، بلباو. وكالعادة ننهي بالكاريكاتير لنتابع.